مدرجات عون الياس الجرادي، ياسين ياسين، ملحم خلف، والضاح الصادق، رامي فنج. بهدفه الأساسي هو فتح الخيارات قدام التكتل التغييري وفتح التواصل بإطار أوسع مع كامل الكتل الموجودة داخل المجلس. برأيي هذا رح يأثر إيجاباً على فعالية عمل 13 والمشاريع اللي بدهم يطرحوها ويجربوا يأثروا فيها داخل المجلس. احنا عندنا كتير شكوك بهذا الموضوع ونعتبر انه ممكن يكون حتى الصندوق السيادي حتى الصندوق السيادي يعني كله الياس بو صعب غسان سكيف ورقة بيضاء. أما نواب التغيير فقد انقسمت أصواتهم إذ أعلن النائب فراس حمدان أن 10 أعضاء من التغييريين سموا سلام فيما امتنع 3 منهم عن التسمية وهم سينتيا زرازير، حليمة القعقور والياس جرادي. لن يصوت لصالح أي قرار يخالف الشريعة الإسلامية. قد يكون بعض الآراء في بعض الأماكن لا تتماهى مع الآراء الأخرى ولكن نحافظ على هالمجموعة. كفر